وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وقعت الكشف على ما يقرب من 700 مواطن. ضمت هذه القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراءات عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل مجانا. موجود فيها أكثر من تخصص خاص بأهالينا اللي كشف عليهم، وأكثر من نوع من أنواع الأدوية، يمكن أكثر من حوالي 80 نوع من الأدوية يختص بها جميع الكشوفات الخاصة بالتخصصات المختلفة لصالح أهالينا ولصالح الأسر الأشد احتياجا. عندنا قافلة اليوم الأول النهاردة عندنا 6 تخصصات: بطنة وأطفال وجراحة ونساء وتنظيم أسرة. برضو بالإضافة إن احنا دلوقتي عندنا صيدلية متنقلة فيها أكتر من 85 صنف دواء، وعندنا معمل طفيليات ومعمل دم، وعندنا جهاز أشعة متنقل. بالإضافة إن احنا برضو عندنا خدمة تركيب الوسائل بالمجان، بالإضافة للتسكيف الصحي والتوعية الصحية.